بأجدير تنظم أشغال مؤتمر علمي دولي تحت شعار التعمير والهندسة المعمارية رؤى متجددة من أجل مدن مستدامة. هذا اللقاء يجمع ثلة من الأكاديميين المرموقين والخبراء الدوليين والمسؤولين المحليين والباحثين في مجالات الهندسة المعمارية والتعمير، وذلك بهدف تقديم حلول تسلط الضوء على مختلف المبادرات المرتبطة بمجالات المدن المستدامة. الهدف اليوم هو انفتاح المدرسة على عدد من مكونات البحث العلمي على المستوى المحلي وعلى المستوى الإفريقي، حيث يعرف هذا الحدث مشاركة عدد من الباحثين الأفارقة من الدول المجاورة، ويندرج ذلك في انفتاح المدرسة على الدول المجاورة وعلى باحثين من الدول المجاورة. هذا اليوم حاولنا نتقاسموا فيه احنا كجامعة مع الحضور الكريم، خصوصا طلبة منهم التوجهات الكبرى لجامعة أكادير في مجال التعمير. تقاسمنا معهم أولا معطيات حول مشروع التنمية الحضرية 2020-2024، هذا المشروع الملكي اللي تشرف على النهاية ديالته، ولا المواطن والزائر تيمس التغييرات اللي تعرفتها المدينة من خلال الإنجاز هذه المشاريع المندرجة في إطار التنمية الحضرية لمدينة أكادير. هذا ويرم اللقاء خلق فضاء لتبادل التجارب والخبرات بين مكونات الحقل الأكاديمي وفعاليات الحقل المؤسساتي والمهني للمساهمة في تطوير حلول تتكيف مع الواقع المحلي، كما يرم اللقاء تعزيز تأثير البحث على الممارسات المهنية للتجاوب مع التحديات التي تعرفها المدن الإفريقية والمغربية.